وهي أشبه شيء بنوع من الوقاية التي تقي الإنسان من الوقوع في الدهكة، إلا أن التهلكة كما يعلم الجميع هي على قسمين: تهلكة دنيوية وتهلكة أخروية. فالإنسان يقي نفسه من الوقوع في التهلكة الدنيوية، الإنسان يقي نفسه من الوقوع في التهلكة الدنيوية عن طريق التقية، ويقي الإنسان نفسه من الوقوع في التهلكة الأخروية عن طريق التقوى. نريد أولا أن نعرف ما هو المقصود بالتقوى. وهل صفات المتقين منطبقة، يعني كل واحد يحاول يشوف إن هاي الصفات أنا منطبقة عليه أم لا؟ لما نجي إلى تعريف التقوى، نجد في اللغة أن التقوى هي عبارة عن الحذر. أما لما نجي إلى بعض العلماء فيقولوا هي عبارة عن إيقاف النفس عند حدود العقل والشرع. أما لما أن نرجع إلى روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإننا نجد أن الإمام الباقر، وأيضا هذه الرواية منسوبة لإمامنا الصادق سلام الله عليهما، يقول أحدهما التقوى هي أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. شوفوا هاي الرواية دقيقة جدا في تعريف وتشخيص التقوى، هي أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. يعني شنو؟ لما يجي واحد يقول لا يراك الله حيث نهاك، انا اجي اكو عندي قائمه كبرها مذكوره في القران الكريم، مجموعه من النواهي تنهاني عن شرب الخمر، تنهاني عن الغيبه، تنهاني عن الكذب، تنهاني عن قطيعه الرحم، هكذا اكو عندي اشياء بالعكس اوامر واجبات: صلاة، صوم، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، حج، غير ذلك. أجي أنا أشوف الله سبحانه وتعالى أن لا يراني وأنا أقدام مؤمن، أن لا يراني الله وأنا أنظر إلى مقطع خليع والعياذ بالله، أن لا يراني الله وانا العب لعبه محرمه حتى لو عن جهاز، عن طريق جهازي الحاسوب مثلا، وهكذا الا يفقدني من قائمه المصلين، من قائمه الصائمين، القادرين بالمعروف، اذا هذا بالنسبه الى تعريف التقوى. ولهذا بعض المفسرين يقول ان معنى التقوى او ان كل من فعل الواجبات وترك المحرمات فقد اتقى الله حق تقاته. هذا اللي يفعل الواجبات ويترك المحرمات يعتبر انه قد اتقى الله حق تقاته. وعلى هذا يكون معنى هذه الآية الكريمة مرادف لقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يعني شنو؟ يعني كل ما لا يستطع لا يتناوله التكليف،
وكل ما لا يمكن التكليف به فهو أجنبي عن التقوى. بعد من التوضيح آخر، يعني لما نقول كل شيء فوق طاقة الإنسان، فوق قدرة الإنسان، أنا ما أقدر أؤدي هذا العمل، هل لأني ما أديته أعتبر خارج عن حظيرة المتقين؟ لا. يعني الآن نفترض مثلا فريضة الحج، ولهذا لو ترجعون إلى آيات الأحكام، هذه 500 آية في القرآن الكريم تسمى آيات الأحكام. إجي هاي الآيات تبين لنا أن بعض هذه آيات التكذيب نجد أنها مشروطة بأي شيء؟ بالاستطاعة. يعني لما نجي إلى الحج، ولله على الناس حج البيت شنو؟ من استطاع إليه سبيلا، يعني غير المستطيع غير مكلف. إذا ما راح الحج نقول هذا مو متفق، هذا أصلا لم يكن الخطاب موجه إليه، ولهذا لو راح قرض ذهب إلى الحج يجزيه عن حجة الإسلام؟ كثير من الفقهاء يقولون لا، هذا أصلا ما تجزيه عن حجة الإسلام. زين أنا رايح، ما عليك كل حسناتك بثوابك بأجرك، لكن إذا استطعت تروح مرة ثانية. أو لا، الآن لما يجي واحد شهر رمضان لم يستطع الصوم، نقول هذا مو من المتقين؟ لا. ولهذا لاحظوا اصلا لو صام نقول مو متقين. ليش؟ لانه خالف الخطاب، الخطاب الموجه الى امر اخر. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر شنو؟ بعد ايام. هذا اجى وقال انا اصوم، نقول له اولا لا يصح منك، وتجئ واثم ويجب عليك القضاء. اذا احبائي ان مساله كل ما لا يستطاع لا يتناوله التكليف، وكل ما لا يمكن التكليف به فهو اجنبي عن التقوى. فلهذا اقول ان التقوى كما في الرواية هي ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفعلك حيث أمرك. والعبرة يا أخي مو بالضروري بكثرة الأعمال وكذا، صحيح المستحبات تسوي لك رصيد ما شاء الله، وهذا الرصيد يعوض لك ما النواقص الموجودة. ولهذا واحد من أصحاب الإمام الصادق هذا يقول كنا جلوس بين يدي الإمام ذكرنا الأعمال، يقول فقلت انا ما اقل عملي، فقال ما ايكفر، ان قليل العمل مع التقوى خير من كثير العمل بلا تقوى. كلا وكيف؟ يعني يصير واحد قليل عمل مع التقوى وواحد كثير عمل بلا تقوى؟ قال نعم. شلون؟ قال مثل الرجل يطعم طعامه ويرفق جيرانه ويوطئ رحله، فإذا رفع له الباب من الحرام دخل فيه، ويكون ليس عنده شيء، يعني مقتصر على أداء الواجبات، وإذا رفع له الباب من الحرام لم يدخل فيه. وهذا انتم تلاحظون، يعني ممكن واحد يشوفه جاي من حج رايح عمره، وجاي من زيارة هذا الإمام ورايح زيارة هذا الإمام، وتشوفه كذا زين، لكن بس يحصل فرصة يتعامل معاملات ربوية، وإذا هو تعامل حصل فرصة يكذب يغش الله، هذا ايش فائدة هاي صلواته؟ وايش فائدة زياراته؟ وايش فائدة حجه؟ ايش يا اخي اذا هذه الصلاة، اذا هذا هاي الاعمال الزيارة الحج العمر، اذا ما بتمنع عن ارتكاب الحرام؟ اذا ما بتنهاك عن منكر ايش فائدة فيها؟ اذا احبائي لابد يكون الانسان يكون عندما يعني يكون بعيد عن الحرام. ولهذا ممكن واحد درهم حرام، درهم حرام ياكله، هذا يحرق لك الاعمال كلها. ممكن عنده مستحبات ما شاء الله، لكن فقط غيبة مؤمن، معاكسة هذا الولد الى تلك الفتاة حرقت كل شيء.
ولهذا لماذا غير محافظة على انت حصلت حسنات شلون تحافظ عليها؟ النبي صلى الله عليه وآله كان يقول من سبح تسبيحة بمكة كانت له شجرة في الجنة. الواحد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله احنا سبحنا واجب اذا حصلنا اشياء ما شاء الله. قال فلا تصبوا عليها. فتح شلون يعني واحد محصل حسنات فوق بكذبه واحده بغيبه واحده بقطيعه رحم بايداء زوجته احترق كل شيء. بس هذا زوجته هذا بعد مو ضربها هذا بعد ما اكثر هذا لا يجوز له. بس مجرد اذا ولو بكلمه جارحه اذا كانت مؤمنه كذا وهو جرح انقص حقها يقول هذا حق كل هاي المستحبات اللي سواها. وايش بالعرش يعني بس خبز بل عليكم يا رجال شيء يعني نقول ما يخالف نقول كذلك يعني حد احنا تفاضل سعد لان احنا اللي قدامنا الرجال ديلك الله يستر عليهم ان شاء الله بعد يعني يعرفون ان هذه كل كلمه منطوق ومفهوم. زين يعني النسوان ان شاء الله نقول لهم ترى النسوان بعد اذا انتم سويتون المستحبات وطلعتين من بيتش بغير اذن زوجش ايضا تحرقين كثير من حسناتك. وش تبغى بعد؟ وفنت؟ نعم؟ الام بعد ولا تهتم الام بعد اذا اذاها يعني كل شيء هذاك واجب ترك واجب اذا هذا اصلا انه هذا اذا عق بامه هذا ارتكب حرم ان شاء الله نخصص موضوع الى هذا حق الام ان شاء الله. التفتوا معي الآن لما نقول هذا بخصوص مسألة اللي هو التعريف بالنسبة إلى اللي هو التقوى. تعالوا معي لنلاحظ إلى بعض الآثار الإيجابية للتقوى. لما نقرأ قوله سبحانه وتعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتي ويغفر لكم ذنوبكم. شوفوا من الآثار الإيجابية إذا أنت اتقيت الله الله يجعل لك الله يكفر عن سيئاتك الله يغفر لك زين. ممكن أنت في قصة الآن اتق الله وتجنب الحرام وابتعد وأخذ يعمل الصالحات. أيضا من الآثار الإيجابية قبول الأعمال. الله ما يتقبل عمل واحد مو متقي. الله ما يتقبل عمل واحد مو متقي. إن الله لا يتقبل إلا ممن من المتقين. واحد وعسى شنو يسوي؟ ممكن أعماله تكون مجزية. صلى يقول مجزية. لكن الإجزاء شيء والقبول شيء آخر. حج يقول له حجيت مجزية. ولهذا اذكر واحد يعني او هذا سؤال متكرر واجب بعض الاشخاص يقول انا ما اخمص لكن لما اجي بروح الحج اخمص فقط مقدار حجتي او انا ديك السنة يوم اروح الحج اخمص. يقول انت تارك فريضة طول البكرة يقول لي يوم جيت بتروح الحج ديك السنة اخمص او حمس مقدار حجة هل تكون مقبولة او لا؟ هذا السؤال وجه الى السيد الخوئي الى الشيخ زين الدين الى السيد السيستاني كلهم اجابوا بهذا لا تقبل حجته وذلك لان الله لا يتقبل الا من المتقين. وزين احنا نقول ايه مجزية مجزية يعني مثلا الاحرام الهكذا مجزية لكن قبول الاعمال متوقف على
أن تكون متقيا. المهم إن الله لا يتقبل إلا أضف إلى ذلك أبائي إخواني أخواتي من الآثار الإيجابية إن الله يجعل لك يعني يرزقك الله يرزقك من حيث لا تحتسب يجعل لك خلقان يكفر عنك سيئات يغفر لك ذنوبك يرزقك من حيث لا تحتسب. شلون يرزقك من حيث لا تحتسب؟ يعني بس يصير متقي ويروح ينام والله بيرزقه؟ لا، لازم يتفاعل مع الاسباب مع الوسائل مع الكلام. يعني افرضوا واحد ان مشكلته كان ترك وظيفه معينه يكونها محرمه يعرف ان هذه فيها حرام تركها، ثم بعد ذلك ماذا؟ أخذ يتحذر الله سبحانه وتعالى يرزقه لأنه اتقى الله، فالله يجعل له مخرجا ويرزقه في حيث لا يحتسب. أذكر قضية واحد من الشباب المؤمن اتصل بي هاتفيا وهو في دولة من الدول الأجنبية، قال لي أنا الآن مؤسسة الشركة اللي أنا أعمل بيها الآن جاءت بعثتني إلى المكان الفلاني، زين طبيعة عملي شو أسوي؟ يقول أن هذه فيها علاقات فيها كذا، يقول أضطر أخبر بعض الأماكن اللي فيها الإساءة فيها بعض الأكلات الغير مشروعة، أخبر مثلا مع فتيات في قضية يعني يتطلب مني حتى قضية رقص مع أجنبية يجوز لي الآن لو ما يجوز؟ قال لا حجي ما يجوز. قال زين يعني ويش معناتها ما يجوز؟ ما يجوز انك هذا العمل اللي انت قاعد تسويه، قال طبيعه العمل هذا ما يجوز، طبيعه العمل هذا حرام. قال زين شو اسوي الحين؟ يعني فلازم اقول له انت يجب عليك انت يا حجي يجب عليك ان تنفصل من وظيفتك. هذا واحد عنده راتب زين وتقول انفصل من وظيفتك. إذا هذا حقوق الشرعي مع الأسف الشديد. شوي قام مني من هناك قلت له يا حجي أنت ما بتتخلى مني؟ أنت تخليت منه؟ قال فلان. قلت له مو مشكلة. جبت له فتوى طرشت السؤال جبت الجواب كان هكذا، يجب عليه أن ينفصل من وظيفته ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا بمجرد أن أرسلت إليه جواب يقول أنا بمجرد أن قرأت الرسالة والإجابة يقول رأسا من وقتي وقعت استقالتي وقلت أنا أرجع البلد ولو أحصل وظيفة. يقول فنذرت إن حصلت على وظيفة بنصف الراتب لأزوج أعزل. بالفعل رجع يقول في أقل من أسبوع سهل الله سبحانه وتعالى عليه بأن عمل في وظيفة بضعف راتبه، وبالفعل دفع مبلغ لتزويج أعزب فاستطعنا أن نزوج باثنين. فإن شاء الله عشان الكورة كلهم إلى بندرون يندرون للعزاب من المتزوجين. فهذا لما نشس نعم لا احنا قلنا للعزاب زين. فهذا لما يجي هذا الانسان ويعني انه يتقى شلون الله فتح اليه باب. عندي واحد بالعكس كان وياي في الحج، حجي اترك هذا العمل المحرم هذا ما يجوز وظيفه حرام ما تدري عنها. قال بلا ادري لكن ما شو اسوي يا اخوك؟ مشكله انا وين احصل لي وظيفه ثانيه بنفس الراتب؟ يا اخي ومن يتق الله يجعل له مخرجا. انتم يا الملالي يا الشيوخ قاعدين تتقابلون كل شيء عادي عادي كيف؟ شوي راح رجع قال انا ابغى اروح الى بعثه الفقيه اللي انا اقلها تعال ولدي حاضر رحت وياه
طرح السؤال جاوبوه نفس الجواب. لا لا لا، أنا أبغى الجواب من الفقيه نفسه. قالوا له صار السؤال أنت، صار السؤال. رجع وعطى عمرانه، رجع للبلد. بعد ذلك يقول جاءه الجواب بأنه يجب عليك الانفصال من هذه الوظيفة المحرمة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اسمع هذا الرجال استوى، هذا يقول أنا أخذت الفتوى فمزقتها. هذين قاعدين هناك بحوزات قاعدين ما يدرون ما يقدرون الأحكام، ما يقدرون الحالة، ما يقدرون. زين يقول لقيت مسلة الغلال وطلعت من المكتب. عقب ساعتين ثلاث يقول رجع وإلى مكان الرسالة موجود رسالة الفصل من الوظيفة. يقول ساعتين أو ثلاث موجود هو، يقول دائما دائما يقول لي انه خلي الناس تعبون مني، خلي الناس تعبون منك ويشعبون، وانت مزخت الفتوى وكذا، دليل على انك شنو؟ ما عندك اصلا، ما عندك ثقه بالله. زين غير لما نشوف ذا. فاذا احبائي لابد يكون الواحد منا مؤمن بأن مسألة تقوى الله وما لها من آثار إيجابية متعددة وكثيرة. أترك الآثار الإيجابية، أنتقل معكم إلى بعض العلامات. أنا مجرد رؤوس أقلام وإن شاء الله. الآن أجي إلى بعض صفات المتقين، وأنا ما أبغي أذكر صفات المتقين كذا. أبغي جزاكم الله خيرا. احنا هاي الصفات، القضية مو قضية، موجودة في القرآن، موجودة في نهج البلاغة، موجودة موجودة، لكن لما نقراها يا احبائي كل واحد إلا يعين الآخر. خلي شلون انا اتصف بهاي الصفات. يعني انا بذكر لكم هاي الآية، آيات كثيرة طبعا في وصف المتقين. انا باخذ آية واحد، ان المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم. لما تقرأ الآية أول شيء الله بيّن مأوى من الإنسان المتقي، بيّن مأوى الإنسان المتقي، لأن المتقي إله مأوى والباسط إله مأوى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم شنو؟ ويقول وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماضي. إذن هناك مأوى للمتقين ومأوى. إن المتقين في جنات وعيون. زين هذا المأوى حصلوا عليه المجان بالواسطة؟ لا. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، يعني مطبقين لتعاليم، مطبقين لتعاليم القرآن، لأوامر القرآن، لتعاليم آل بيت محمد. إذن هذا بالنسبة أولا، آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني وجوههم بالليل قليل. يمكن الحين بعد الشباب والشابات بيقولون يعني احنا أهل الكورة والحمد لله، كل هاي الصفة مضمونة عندنا. عدل الله، لأن كل ما ننام من الليل جويش ما شباب إلا قليل. إنزين لكن هذا وقت السحر ويش تسوون شباب؟ ها؟ وقت السحر ويش؟ وقت السحر ويش تسوون؟ شوف بعض الأشخاص، بعض الشباب ويا التلفزيون، بعضهم ويا ويش
الواتساب غير الواتساب. المهم يعني بعض ممكن سهرات ما منها فائدة، ما لا تدفعهم لا دنيا ولا آخرة ولا شيء. شباب انتوا ترى في قوتكم، استغلوا هذا الوقت، استفيدوا منه. ترى احنا فاتت علينا اوقات ضاعت، ما حد نبهنا، ممكن او نبهونا وما انتبهنا، ونبهونا وابائنا الله يرحمهم وامهاتنا الله يرحمهم نبهون فينا، واحنا لا اهتمام. الوقت ضيعت اللعب في اشياء فيها انتونا الارض لصدكم. انتبهوا، استغلوا هاي الاوقات، انتوا انفسكم جنودا لصاحب العصر والزمان. هذا اللي احنا لازم يكون عند انفسنا الان، هذا لازم يكون واحد. على كل حال اذن هذا وبالاسحار، والله تستيقظ بعض الشباب يعني وقت الى منتصف الليل، قبل بعد منتصف الليل، وحالته في ويش يحز في النفس، يحز لكن ترى انا اصور ابناء المنبر هذول بيكونون رسل للي في سنهم، بينبهونهم ان شاء الله. الاولاد والبنات انا اوجه الخطاب، اللي في سنكم انتون ان شاء الله تكونون يعني تقدرون توصلون اليه، تحلونه. ممكن انا ما يسمع مني، ممكن ابوه ما يسمع مني، لكن انت صديقه تقدر تكثر عليه. ان شاء الله تشتغلون وتكون دعاة وتكون دعاة لله. المهم وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم شنو؟ حق معلوم للسائل والمحروم، في الارض ايات للمنقذين. شلون ايات؟ شوف ترى هذا الانسان عزيز، وفي انفسكم افلا تبصرون، شوفوا عزيز على نفسك. ولهذا ورد في القران انما العزه لله ولرسوله بعد، ها؟ وللمؤمنين. اسمعوا امير المؤمنين وايضا منسوبا للامام الحسن، من اراد عزا بلا عشيره وهيبه بلا سلطان فليخرج من ذل معصيه الله الى عز طاعته، الى عز طاعته. والان تعالوا شوفوا يا اخوان، البعض يتصور ان العزه بالمال، العزه لان انا من الاسره الكبائيه، أو لا لأن أنا عندي السيارة الفخمة، ها؟ أو لأن أنا سيارتي رقمها كذا. أنا الله استغرب، صدقوني استغرب لما أشوف واحد يبذل ما شاء الله من الأموال من أجل رقم، من أجل رقم. أقول لواحد ليش انت تدفع هاي الاموال لو انت رايح دارس، لو انت رايح شويه على الاقل نافع نفسك بها، نافع الغير بها، ليش انت علشان رقم هذا؟ قال تدري انا علشان اكون عزيز بين الناس. عزتك برقم؟ هاي الاسئله برقم. قال تدري انا لو اطوف والاشاره حمراء ما حد يسجل. من قال لك انه يجوز تطوف والاشاره حمراء؟ مين قال لك ان هذا يجوز وانت تسرح في وقت في اماكن؟ مين يقول لك انه مكان انه ما يجوز لك ان السرعه محدده وانت تتجاوزها؟ من يقول بان هذا يجوز لك؟ قال لا والله انا حتى لو اقف في مكان وممنوع الوقوف ما حد يسجلني. تعال سال هالشغله قاعده، هل قد مستوانا عقولنا بهالبساطه يا اخي؟ على لاحظ الصفات كثيرة. أتخطر إلى خطبة الإمام سلام الله عليه. لاحظوا إمامنا أمير المؤمنين يعطينا بعض الصفات أيضا تأخذ منها. يقول في خطبته منطقهم الصواب. اقرأوا هذه الخطبة دائما. منطقهم الصواب يعني شنو؟ يعني ما يكذب هذا الانسان المتقي، ما يشهد شهادات سوء. يعني افرض يعني او تصور، تصور يعني تتصور واحد وانت جاي المنزل بيتصل بس يقول انا الان مريض زين، وانا مشكلتي قبل فتره
شهد شهادة قلت لا شهد شهادة معينة على أن هاي الأرض الكنائية اللي هي للحسينية الفلانية قلت لا بأن جوني أصدقائي ورحت شهد بأنها إليه والحين ويش تسوي الآن تسأل ويش تسوي الآن تسأل ويش تسوي هذي حقوق الناس مظالم العباد وحقوق أهل البيت أنت هكذا تتعامل قال بس هذيل أصدقائي ونقص علي ذاك الوقت خفت بس الحين أخاف أموت قريب أموت الله يفرج عنك ويهديك زين هذا لفرج على كل حال ملبسهم الاقتصاد تقوم الصواب ملبسهم الاقتصاد أيضا شلون ملبسهم الاقتصاد يعني هذا الإنسان المتقي ما يسرق الإنسان المتقي ما يشهد شهادات زور الإنسان المتقي ما يبذر شلون ما يسرق الإسراف ترى الإسراف كما ورد في الرواية أن تلبس ما ليس لك أن تركب ما ليس لك يعني الذي هو من مو من شأنيات أنت من شأنيات تلبس ثوب بعشرة دنانير لما تلبس ثوب بعشرين تعد مسلم من شأنيات أن يكون عندك جهاز هاتف تفترض بمئة دينار بتروح داخله بأربع مئة دينار يعني شنو وتعال شوف الإسراف هذا طفل في الابتدائي وإذا هو آخر موديل في ما يصير والفلان عنده والفلتان عنده يا أخي شأنية هذا مو إسراف اقرأوا في روايات أهل البيت اقرأوا في روايات أهل البيت الإمام يمر على بيتي ويجد شيئا من البريد قد ألقي خارج الدار يطرق الباب ويقول إن كنتم قد شبعتم فهناك من هو جائع شوف مجتمعنا الآن سواء كان في المكة في الملبس سواء كان بالنسبة للرجال بالنسبة للنساء يعني هاي المرأة الآن لما تقول كم مناسبة تمر عليها في الشهر وكل مناسبة تقوم عليها لباس معين يا حجية حاسبي هذا إسراف إيه بعد هاي الناصبة زين أخذوا بعد هذا عيد زين أخذ بعد بهذا الشهر بعد صار خطوبة صديقتها بعد أخذت بعد زواج أخوها أخذ بعد وين هذه بيروح هذه ما يصير ألبسها لابسة النبي خطوبة فلانة بعد ألبسها الحين حجيات سمع عبد الشيخ في بستان قيمة 600 دينار الله يساعد أمك الله يسامح نعم فعلى كل ان هذا نقول انه اسراف وهذا تبذير وهذا ترى يكون ذنب من الذنوب الكبيره اللي يستحق صاحبها الدخول في نار جهنم اذا لما نقول ان هذه بعض علامات الانسان المتقي يبادر في تجسيد علامات التقوى عمليا لا نظريا فقط ويسارع الى المغفرة ويسارع الى الجنة ولدينا نماذج ممن جسدوا هذا المعنى وحققوا هذا المعنى في حياتهم وحتى بمماتهم لاحظوا من يوقف نفسه لنصرة الدين لاحظوا إلى أصحاب أمير المؤمنين لاحظوا إلى الإمام أمير المؤمنين يقول كان لي مالك كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله ولهؤلاء نظائر وهم رجال أبي عبد الله الحسين أيذهب علينا حبيب بن مظاهر الأسد حبيب وما أدراك ما حبيب لاحظوا مكانته وتقواه وارتباطه بالله وبخط أهل البيت وين وصلها وصل الداخل عند الحسين الداخل عند الحسين يقول السلام عليك يا حبيبي
الخارج عند الخارج من عند الحسين يقول السلام عليك يا حبيب. وهذا مكانة عظيمة عند الله وعند أهل البيت. ولهذا لاحظوا ترى ماكو واحد، لأن هذا صحابي وعاصر رسول الله وسمع حديثه وصاحب أمير المؤمنين وشارك مع أمير المؤمنين في حروبه وبشره أمير المؤمنين بالشهادة. بشر أمير المؤمنين بالشهادة. وأقول لك ترى أن ما أكو واحد من أنصار الحسين بشر بالشهادة، وجت دعوة من الحسين وإجت دعوة أيضا من الزهراء لنصرة الحسين مثل حبيب بن مبادر. هذا إذن إلى مكانة، إلى مكانة. ولهذا يقولون إنه بينما الإمام الحسين في المسيرة وإذا قد بلغه خبر مقتل مسلم ابن عقيل، لما وصله الخبر سوى أمر بعقد الرايات ثم أمر بحمل الرايات، فحملت إلا واحدة. كل من أقبل وأراد أن يحمل تلك الراية قال الإمام الحسين إنها لواحد سيأتي دمار. الله أكبر. إنها لواحد سيأتي لها. شوية وإذا بالإمام الحسين كتب كتاب إلى حبيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. من الحسين بن علي بن أبي طالب إلى الرجل الفقيه حبيب بن مظاهر الأسد، أما بعد يا حبيبي. والله كلام يكسر القلب، كلام يفجع المؤمن. أما بعد يا حبيب فأنت تعلم قرابتنا من رسول الله، فلا تبخل علينا بنفسك يجازيك جدي يوم القيامة. وبالفعل أعطى الكتاب أحد أصحابه، قال له أمضي به إلى حبيب، إجبه إلى حبيب. قبل أن يصل إليه يقول صاحب الكتاب السير أو كتب السير ورد فيها هذا المعنى، أنه بينما حبيب جالس مع زوجته وهما يأكلان وإذا بزوجته قد غصت بالطعام، ثم هدفت وقالت حبيب الآن يأتيك كتاب من الحسين. الآن يجيني كتاب من الحسين. نعم الآن يجي كتاب من الحسين. شوية بينما وكذلك وإذا بالباب يطرق. إجا حبيب إلى القرب من الباب. من بالباب؟ من الطارق؟ وإذا واحد يخاطبه بصوت محزون، أنا رسول المظلوم. من أنت؟ قال أنا رسول المخذول، أنا رسول الحسين. أنت رسول الحسين؟ تفضل على الروح والسعة، فتح الباب وإذا به يقول هذا كتاب لك منه. أخذ الكتاب، نظر فيه، قبله، ضمه إلى صدره، دخل الباب، دخل الدار، أغلق الباب، أخذ يقرأ في الكتاب وينظر إلى خط الحسين ودمع يجري على خده، ثم أخذ يلتفت إليه وأخذ يتأمل وإذا بالحسين يطلب النصرة. الحسين صبط الرسول يطلب النصرة. نعم يطلب النصرة. شوية بين ما هو كذلك يقلب طرفا يمنة ويسرى وإذا بمجموعة من عمومته وأبناء عمومته قد دخلوا عليه.
وإلى بين يقول ما لنا والدخول بين السلاطين لا تخرج. ويخفي عليهم الأمر إلى أن خرجوا وإذا بزوجة قد سمعت ذلك أقبلت إليه. حبيب أظنك تكره الخروج لنصرة الحسين. أراد أن يختبرها فقال أخشى عليك أن تترملين بعدي. قالت يا حبيب دعني أأكل حشائش البر ولا تترك نصرة سيدي ومولاي الحسين. أما سمعت كلام جده فيه ولا أن يطلب منك النصرة تليق لرأسك هذه المقنعة. حبيب ترضى لي بالستر وبنات علي وفاطمة سبايا. يا حبيب ابن البتول لا تخلي نصرته. بينما زوجة حبيب نائمة وإذا بها بينما هي نائمة وإذا بها التبهت صارخة حبيب حبيب والله لقد رأيت فاطمة الزهراء وهي لابسة السواد مفجوعة الفؤاد وهي معصبة الراس وتقول لي قولي لحبيب يخرب شيبته. الله أكبر. فاطمة الزهراء لابسة السواد. نعم فاطمة الزهراء تقول لك قولي لحبيبي خطب شيبتي. إيش علاقة فاطمة الزهراء بشيبتي؟ نامي قليلا. غفت قليل ثم انتبهت صارخة حبيب والله لقد رأيت سيدتي وقد وضعت إذن على ضلعها المكسور والأخرى على عينها المرتوب وهي تقول لي قولي لحبيبي خطب شيبته. بقى يقلب طرفه إلى أن طلع الصباح. طلع الفجر طلعت الشمس. إجت وصل إلى سوق العطارين. عطار عطر أخضر. أخذ يعد له الخضاب شوية وإذا بمسلم بن عوسج قد أقبل يجر أديان المصيبة. تدري يا أخي أن المؤمن أن اللي عنده فجيعة اللي عنده مصيبة إذا يشوف صاحبه شي يصير ينفجر بالبكاء. نظر إلى حبيب التفت إليه قال له حبيب ماني أراك واقف هنا. قال له والله القصة أن زوجتي رأت في المنام كأن فاطمة الزهراء وهي لابسة السواد أيضا وهي تقول لها قولي لحبيبي خطب شيبته. وأنا جيت الآن أريد آخذ خضاب لشيبتي. اختنق مسلم بعبرته ثم انتحب باكيا قائلا حبيب إن فاطمة الزهراء تقول لك خطب شيبتك من دم نحر.
إلا من هذا الأخضاب بعرصة كربلاء وماريد الأخضاب ولازم يجيني من حبيب المصطفى مسلم يا بن عمي دي خبرني إيش صاير أشوف لونك من خطف والقلب طاير مدهوش تمشي بالسكك مشيت قال لأهل الكوفة تراهم مستعدين لما وعساكرهم قصدهم ذبح الحسين وبكربلا مولاك لا ناصر ولا ومن كثار جور الدهر شهر عافذني يويح قلبي وطلع مقهور وشالف عزيزات النبي هايم بالبرو وما ظل بعد منزله طبعا اكو هنا دعوه مع اخوانكم ليكون هذا لتكون هذه الليله تبرع او جمع تبرع لموكب عزاء للقريه قدموا لانفسكم زاد وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا سابق النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد واكشف هذه الأمة عن هذه الأمة بحق محمد وآله سرج الأمة. اللهم فرج عن المكروبين، فك قيد المكسورين، لا تنسوا إخوانكم وهم في أمس الحاجة إلى دعواتكم، وهم خلف القضبان، وهذه ليالي الحسين توسلوا بالحسين أن يفرج عنهم وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم من بالشفاء والصحة والعافية على جميع المرضى المؤمنين والمؤمنات بحق النبي محمد وآله الهداة وإلى موتى المؤسسين والمستمعين. ومن مات على الإيمان نهدي للجميع جواب سورة الفاتحة قبلها صلوات على محمد.